صنعاء تنتزع مطلبا رئيسيا من مطالبها وعدم تعلن ذلك رسميا. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كشفت مصادر سياسية أن طرف صنعاء تمكن من إجبار التحالف السعودي الإماراتي على إلغاء قائمة من البضائع كان التحالف قد منع على اليمنيين استيرادها ومنع دخولها لليمن حتى من المنافذ البرية والبحرية والجوية الخاضعة لسيطرة التحالف في جنوب وشرق اليمن، بالإضافة إلى السماح للموانئ الجنوبية اليمنية باستقبال السفن التجارية مباشرة من دون خضوعها للتفتيش في ميناء جدة السعودي. ومن غير المعروف إذا كان هذا الإجراء سيسري أيضا على ميناء الحديدة، غير أن المصادر تؤكد أن رفع الحصار على اليمنيين سيكون شاملا لكل الموانئ اليمنية أيضا بما في ذلك موانئ الحديدة بعد التوقيع على الاتفاق النهائي بين صنعاء والرياض. وقالت المصادر أن التحالف السعودي ألغى قائمة مكونة من أكثر من 500 نوع من البضائع كان التحالف قد منع على اليمنيين كافة في الشمال والجنوب استيرادها، من بينها مواد الكيماويات كالأسمدة والمبيدات والبطاريات، ويأتي ذلك بفضل التقدم البارز في المفاوضات غير المعلنة التي تجري حاليا بين صنعاء والرياض بوساطة عمانية، والتي من المتوقع قريبا أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي بشكل رسمي بين صنعاء والرياض بما يلبي مطالب اليمنيين رفعا للحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف بالكامل وإنهاء للحرب ودفع التعويضات بحسب ما كشفه مؤخرا كبير مفاوضي صنعاء محمد عبد السلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.